بكون ماخذ اندر هوك، لا ما خلي كوعك عالي، اذا بكون كوعك تحت راح يمسكك شول والله. سو كوعك عالي بيست كنترول، بدي اعمل فيك انه بدي ارميه. سو فيك بلوك على رجله البعيده، بلش اعمل بوش مع بلوك، راح اوقع على جنبه. هسه رجلي اللي تحت يسحبها علي عشان اجره تيجي تحت اباطي. هون الله يسلمك.